بالمناسبة أكيد متابع تطورات أزمة فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، وعايز أقول للناس أنه يعني خلينا نتكلم عليها. هكلم أحد خبراء اللوائح اللي بثق فيه جدا، بعت لي الحقيقة قال أنه عقد علي معلول 9/10 الموسم باعتبره 12 شهر منذ بدء القيد، وبالتالي هو حق للزمالك حتى 9/10 يعني، وإذا ما جاش هيبقى في عقوبة أو في شكوى هنا الزمالك. فرجاني ساسي، من قلت مين؟ قلت حد قلت عليه معلول ولا ايه؟ فرجاني ساسي، وبالتالي الامر واضح جدا، هو حق لنادي الزمالك. انت متابع قصه فرجاني ساسي ومتابع الكره المصريه والكره التونسيه بشكل جيد، يعني من حق كل لاعب انه يبص في مستقبله وانه يامن مستقبله وان عقده بينتهي، لكن شايف انه الموضوع خد حجم اكبر؟ والله خد حجم اكبر بصراحه. انا مع احترامي طبعا فرجاني ساسي، قدم الكثير للزمالك، لاعب مهم جدا. لكن الفرق كبيرة، تكلم عن الفرق كبيرة. الترجي كان معاهم فرجاني ساسي، طلع من الترجي. هل الترجي تأثر به خروج فرجاني ساسي؟ لا. الأندية الكبيرة ما تأثرش بأي لاعب، وهذه مقولة هذه تنقال حتى بعد 1000 سنة. الإعلام صراحة كبر الموضوع أكثر من اللازم. الزمالك فريق كبير. أنا حتى تابعنا احنا مع في نادي الزمالك مع شيكابالا قبل 3 أيام 4 أيام، مش نهاية العالم. فرجاني ساسي لاعب مهم ولاعب قدم أنا كل شيء لنادي الزمالك، لكن نادي الزمالك لازم يكون عندهم احترافية. لاعب عنده رغبة بيطلع من النادي، بارك الله فيك، بالعكس تعمل له تكريم. وهذه كرة القدم، هذه سنة الحياة. أنا لعبت مع الهلال 3 سنوات، طلعت من الهلال، الهلال استمر واخذ بطولات بعد طارق تايب، بعد سامي الجابر، بعد الكابتن يوسف اثنيان. كرة القدم لا تخفى لعب، خاصة مع الأندية الكبيرة نتكلم. ممكن الموضوع خذ أكثر من حجمه بصراحة. فرجاني ساسي لاعب في نفس الوقت يبحث لمصلحته. أنا حتى تكلمت في فترة يوم طلع رمضان صبحي من نادي الأهلي، حرية اللاعب. خليني بالجمهور، أنا مش جمهور، أنا طارق تايب لاعب. اللاعب هو حر، احنا في عصر الاحتراف. صحيح. ممكن لو جيت تكلمني تقول لي طارق تايب أنت مثلا في بدل رمضان صبحي، هل تطلع من الأهلي؟ نقول لك أنا ما أطلعش. أنا عمري 23 سنة و 24 سنة ما أطلعش. لو أنت مكانه مش هتطلع. مش هنطلع. تلعب فريق كبير أنا. بصراحة. خلي الفلوس، مش كل شيء حاجة فلوس. بالنسبة لنا أبني التاريخ، بالنسبة لي أحمد فتحي، عبد الله السعيد، لاعبين نهاية مسيرتهم، بالعكس أنا حتى خروجهم من النادي حتى جمهور مفروض ما يزعلش، اللاعبين قدموا الكثير للنادي. صحيح. ومن حقهم انه يفكر في مستقبله في اخر سنين في مسيرته الرياضيه. ممكن رمضان صبحي لو انا جيت مثلا تقابلت معاه نقول انت غلطت غلطه عمرك، احترامي لنادي بيراميدز بل ما عنديش اي مشكله. طبعا. لكن انت في نادي كبير. لو انت عمرك 30 سنه نقول لك روح. لكن في نفس الوقت لا جمهور الاهلي يزعل ولا اي جمهور. هو اللاعب اختار طريقه ويتحمل مسؤوليته. فهمت؟ ما توقفش على اللاعب. نادي الاهلي المصري نادي كبير، الزمالك، الاسماعيلي انديه كبيره. هي اللي بتنتج، هي اللي بتدي لاعبين للانديه الثانيه، ما تتروش باي لاعب في حاله خروج اي لاعب من النادي.